إنك تكوني مرة قوية مش كلمة بتتم، إنك تحافظي على مستواكي بين الناس ولو شو ما كانت ظروفك هالشي ما بيصير بالهين. إنك تمشي بيتك وجوزك وولادك وحياتك كلها مثل ما أنت بدك، يعني بدك تكوني قادرة تمسكي كل شي حتى لما تغلطي. لا، مش لازم تغلطي، لازم تعرفي تحسبيها صح. لازم دايماً تتذكري إنك أنت قبل الكل.